ومعالم. مواقع ومعالم. متحف القصبة. يمثل متحف القصبة الفريد من نوعه في تونس تقديما ثريا للخصائص المعمارية بصفاقس منذ عصور قديمة. والمتحف هو رباط القصبة بصفاقس الذي يعتبر من أقدم وأهم الحصون في المدينة العتيقة. تقع القصبة في الركن الجنوبي الغربي من سور المدينة وهي أهم قلعه. كان البحر يضرب على واجهته القبلية قبل أن ينحسر عنها بالردم، وقد وصفها عديد الشعراء ومنهم الشاعر لحبيب التنوفي في القرن الخامس الهجري بقوله: ولم أرى أرضا مثل أرضكم التي يقبل ذيل القصر في شطها البحر. وتحتوي القصبة على متحف للعمارة التقليدية، وهو عبارة عن فضاء مفتوح نجد في ساحته معروضات لمختلف أنماط العمارة التقليدية بصفاقس من خلال السقوف والبلاطات والعقود والأروقة ومواد البناء التي كانت تستعمل في تشييد المنازل التقليدية بالمدينة العتيقة منذ القرن السابع عشر. وهذه النماذج هي عبارة على نسخ أو قطع مواد بناء وأجزاء من الأسقف والبلاطات. ويرافقنا الكاتب والمهتم بشأن التراث يوسف الشرفي في جولة داخل المتحف لمزيد إلقاء الضوء على مكوناته. تحظى مدينة صفاقس كما نعرفه بثلاث متاحف. عندنا متحف أثري اللي هو في مدخل بلدية صفاقس، عندنا متحف العادات والتقاليد الشعبية اللي هو مصطلح وعليه الدار الجلولي في المنزل المعروف دار الجلولي، وكذلك عندنا متحف العمارة التقليدية بالقصبة. نتكلموا على متحف العمارة التقليدية، أعده من بين المتاحف المتفردة لأنه اعتنى بالعمارة التقليدية سواء داخل المدينة العتيقة أو خارجها. وحين نتحدث عن العمارة التقليدية نتحدث على مراحل تاريخية متعددة وتطورات ديموغرافية متعددة مرت به مدينة صفاقس. وكذلك ولعل هذا هو الأهم من كل في نظري، هو تركيز هذا المتحف على المواد المستعملة في العمارة التقليدية عكس ما نراه اليوم. تقريبا نتغالب ونتسابق لاستيراد المواد البناء في العمارة الحديثة، لكن في العمارة التقليدية كانت تقريبا كل المواد كانت مستخرجة من المحيط المحلي. متحف القصبة كما نعرفه، وكنت ساهمت بقسط بسيط في تكوينه، كان الفضل في تكوينه في إعداد هذا المتحف وإعداد المادة العلمية لهذا المتحف الدكتور علي الزواري والدكتور النصر البخلوطي. المتحف هذا كان كما قلت حين ندخل نلج من الباب الكبير. أولا هو الموقع نتاع المتحف هذا جاي في القصبة. حين نقول القصبة نقول النواة التاريخية لمدينة صفاقس. القصبة هي النواة التاريخية لمدينة صفاقس ومنها توسعت المدينة. فالمتحف يشتمل على مواد البناء. حين نتحدث عن مواد البناء نتحدث عن الجير العربي، نتحدث عن الرشة وكيفاش كان الرشة، يعني الأرجيل الطين المستخرج من باطن الأرض كيف يقع استعماله بطرق فنية فعلا هي جديرة بأن يقع مراجعتها ويقع البحث فيها من طرف الباحثين المعماريين. الرشة يخلطوها بالسفاف، وحين نقول سفاف نقول الفلاحة. يعني العمارة التقليدية كان يتزاوج فيها الكثير من العناصر، نجد الفلاحة، نجد الصناعة، نجد الحديد، نجد الخشب، نجد البحر أيضا حاضر في العمارة التقليدية. من خلال هذا المتحف نعرف كيف أن البحر حاضر في العمارة التقليدية مثلا من المواد المتحف أيضا فيه الرسوم البيانية لمختلف أنواع العمارة التقليدية. حين نتحدث عن العمارة التقليدية نتحدث عن الدار، والدار نوجدها داخل المدينة العتيقة، عن العلي أو العلو وكل واحد يش يسميه،
وكذلك نتحدث عن البرج. وغابة صفاقس كانت معروفة بالأبراج، البعض دفاعي، كلمة برج تحيلنا على البعد الدفاعي. الأسوار، أسوار مدينة صفاقس فيها أبراج دفاعية كما برج النار، برج القصبة، برج مسعودة إلى آخره. نجد أيضا في القصبة على ما أذكر أنواع العمارة الدينية، من زوايا، من مساجد إلى آخره، أنواع العمارة الدفاعية أو سميها العسكرية إلى آخره. فمتحف القصبة متحف جدير بالاهتمام، جدير بالزيارة، وجدير أيضا بالبحث والتمحيص. يذكر أن متحف العمارة التقليدية بالقصبة فتح أبوابه لأول مرة يوم 18 ماي من سنة 1994 بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وهو يشهد على تاريخ حافل بالبطولات والنضالات. كما شهدت القصبة عديد الأحداث التاريخية والحضارات التي تعاقبت عليها، وقد وصفها الرحالة بأنها من أجمل معالم المدينة وأكثرها تميزا في عمارتها. مواقع ومعالم.